طب تعالى نبدأ من الآخر. سيراميكا نبدأ من الآخر. كليوباترا أداء رائع جدا الموسم اللي فات مع سيراميكا كليوباترا، دايما أدائك رائع ودايما ركيزة أساسية مع الفريق، مع الكابتن هيثم شعبان مميز جدا، مع الكابتن ضياء السيد مميز جدا. في لاعبين بيطلعوا وينزلوا مع مدربين أو حتى في مستواهم، بس أنت ركيزة أساسية. غاب محمد إبراهيم بقى في مشكلة، تواجد محمد إبراهيم بقت الأمور ميسرة. تجربتك مع سيراميكا كليوباترا حتى الآن؟ لا والله التجربه الحمد لله كانت ناجحه. السنه اللي فاتت كانت اول موسم للفريق في الدوري الممتاز، واللي انت تفنش في العشر الاوائل ده طبعا ما كانش ده طموحنا في البدايه، لكن مع ظروف الموسم والموسم كان طويل شويه، فالحمد لله يعني كبدايه للفريق البدايه الحمد لله كويسه. كنت اتمنى ان احنا نبقى في مكان احسن من كده، ولكن احنا نتعلم من اللي احنا وقعنا فيه الغلطات السنه اللي فاتت، وان شاء الله نصلحها السنه دي نبقى في مكان احسن. سيراميكا لاعبين وجهاز فني او حتى اداره حطوا ضغط على نفسهم مبكر؟ يعني احنا سيراميكا الموسم اللي فات حسسنا انه داخل هينافس وعنده تشكيله محترمه، وصراحه اداره سيراميكا عملت فريق محترم جدا، بس هو اللي حسسنا انه داخل ينافس، فدي بقت ضغوطات عليكم كلكم؟ اه طبعا كانت ضغوطات على الناس، لان انت كمان سيراميكا السنه اللي فاتت عمل حاجه مميزه جدا، هو ما استغناش على كل الناس اللي كانت موجوده. صح، هو في ناس من اللي كانت في الدرجه الثانيه طلعت معاهم فوق. صحيح، والناس كلهم ما شاء الله كلهم مميزين. في مشاهد حسين، مشاهد حسين النهارده مصر كلها بتتكلم عليه. صحيح، فشادي طالع معاهم من تحت مع لعيبه كتير موجوده من تحت طالعه معاهم، مش عاوز يعني الناس كتيره، فمش عاوز اتكلم لحد منهم، بس بتكلم عن شادي عشان شادي الاسم اللي هو المنور قوي. المنور قوي. فدي حاجه لما انت بديت الموسم وكنت بتكسب الماتشات الاول، فدي الناس كلها حطت سيراميكا في حته كبيره او حته اللي السيراميكا تبقى في المربع بالظبط، فدي خلت بعض الناس برضو مش متعوده على الضغوطات، ابتدت الضغوطات تزيد عليها، اللي انا لازم اكسب كل ماتش. فطبعا فقدنا نقط كتير في اوقات ما كنا المفروض كنا نكسب وما كناش بنكسب، بس هي دي الكوره يعني.